سيتمكن من وضع كرة العبور والمرور في الشباك. كرة من اتحاد بسكرة وفعلا التأهل لاتحاد بسكرة. اتحاد بسكرة رغم المعاناة إلا أن ختامها كان مسك، ختامها كان مرور وعبور إلى الدور الثمن النهائي. يتمكن مرة أخرى من إقصاء حامل اللقب فريق جمعية شلف. حقيقة مباراة كانت في المستوى. ألف مبروك لاتحاد بسكرة، هارد لاك لفريق جمعية شلف، حظ موفق للشلفاوة والتقدير للفريقين على هذا الأداء الذي تم تقديمه اليوم على أرضية الميدان، وأمتعانا بأربعة أهداف وبسيسبانس وصل إلى ركلات الترجيح، واستطاع فريق اتحاد بسكرة بهذه الركلة أن